أظهرت بيانات معهد الإحصاءات التركي أن عجز التجارة الخارجية قد تضاعف في مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليسجل نحو 3.42 مليار دولار، فيما انخفضت قيمة الصادرات التركية بنحو 41%، كما تراجعت الواردات بما يقارب 28% على أساس سنوي. فشل جديد لحكومة أردوغان في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد أسفر عن ارتفاع عجز التجارة الخارجية بنسبة 102.7% في مايو، كما هوت الصادرات ب 40.9%. ومع عمق الركود الاقتصادي في البلاد، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 15.5% خلال يونيو تحت ضغوط السياسات المتخبطة لنظام أردوغان والتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا وعجز الحكومة عن إدارتها والسيطرة على مناطق التفشي. تدهور مؤشر الثقة يتزامن مع تفاقم أزمة الليرة التركية لتسجل أدنى مستوى لها منذ شهر بعد أن فقدت نحو 13% من قيمة هذا العام مع سوء إدارة حكومة أردوغان. ضعف الليرة الذي عجز البنك المركزي ووزارة المالية عن كبح جماحه أدى لتآكل ودائع الأتراك بالعملة المحلية، كما تسبب في تجاوز نسب البطالة 13% مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 25%. احتياطي البلاد النقدي من العملة الأجنبية خسر هو الآخر أكثر من 28 مليار دولار خلال 6 أشهر فقط، ولا تجد الحكومة إلى الآن سبلا لتحسين المؤشرات.